ناجي باشا، ناجي باشا. عايزك يا توهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. حياتك هتلا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هتكفوني. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر يا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مدي لك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهام؟ 185 كيلو يا باشا. بس انا اعرف ان انت كنت بتعادل 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا، صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. مروها انت. قول يا تهام. تهام انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفة؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفة؟ 2 كيلو نيفة تاني وحياتك. كل يا تهاني كل. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكل. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كئيب. هي ابوها بيشتغل ايه؟ السيرك. بتشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يصعب مره منك يروح لاصعب كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حته. اسمها ايه؟ نوسه يا باشا. نوسه. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حبيبته ده. نصلحه؟ بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه السابقه برضه. اهلا يا فندم. اهلا. اتفضل سعادتك. اتفضل. اتفضل. ايه يا مالك واقف زي اللعبه كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهامي. اقعد ما تتكسفش. شوف ابو نوسة، الواد ده بيحب نوسة ونوسة بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفاية. ما انا عارف. ما هو اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرداني لبنات الناس من غير ما يرجع لي. ما انا زي ابوه، انا اللي مربيه. ما هو اصل يا ناجي باشا اخلص خالص. اخلص. ايوه يا موسى. شوف يا ناجي بيه، توام لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا وقال انه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها. يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمه ربنا تنزل. كلمنا انا يا موسى. سيبك منه، ده وضع عبيط اهبل. صل على النبي عليه الصلاه والسلام. شقته موجوده في عمارات العبور، انا عملت له تنازل عنها، يعني الوقت الشقه باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكه ابو نوسه. المهر بقى ادونا فرصه شهر، يعني شهر مش اكتر، وهندفع لكم اللي انتوا عايزينه. عدينا العيب. مش مساله فلوس والله يا ناجي بيه. ما انا عارف انا عارف، بس الحاجات دي اصلها لازم تتحط لها حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح. ها؟ وانا ما اقدرش ارد لك كلمه. كفايه دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده اسد برضه؟ ده سلطان. تعال يا سلطان. تعال سلطان. تعال سلطان ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو اهو.
ده عمره ما هيفلح. انا قلتلك مش دي خامس شغلانه نجيبها له وبرضه ما بيعمرش فيها. معلش معلش يا سيد، مصيره يتعلم. هيتعلم امتى؟ ده انا وانا في سنه كنت بدرس وبشتغل مندوب مبيعات، رجليا دابت من لف على المحلات، وده عايز يقعد باشا والفلوس تجيله لحد عنده. والنبي والنبي ما تنكد عليه، هو جاي نفسه مكسوره ومتضايق وزهقان خلقه. قول له كلمتين يريحوه ويشجعوه، ده انت اللي مربيه، ده ابنك. لو كان ابني كنت كسرت رقبته وطلعته راجل صح. اسمع يا مسايل، انا مش جاي اطلب منك حاجه، انا جاي اسلم على ماما وماشي. تمشي تروح في ايه؟ انت ليك بيت تاني غير هنا؟ ولا ناوي تسيع في الشوارع عشان ندور نلف عليك في الاقسام؟ ما تشيلش همي، انا لقيت شغل تاني، ولعلمك انا ماشي بمزاجي، محدش طردني. لقيت شغل تاني على طول كده؟ انت بتشتغلني من كتر الشغل ما مقطع بعضه في البلد. يوه. معلش يا ابراهيم، عم خايف عليك يا حبيبي، ما تزعلش منه. انا مش زعلان منه يا ماما، ما انا عارف ان الراجل ده هو اللي رباني وصرف عليا لحد ما خلصت جامعه، وجمايله دي يا ستي فوق راسي، وانا قريب قوي هرد له كل اللي عمله معايا. حد يقول كده يا ابراهيم؟ مش ده عمك اللي مربيك؟ يعني في مقام ابوك؟ لا يا ماما، انا مفيش حد في مقام ابويا، انا طول عمري عايش في البيت ده وحاسس ان انا ضيف. انا مش عايزك تقلقي عليا، انا خلاص كبرت وعارف انا بعمل ايه. طب يا حبيبي روح رضي بكلمتين، يا واد ده حارق نفسه عشانك، واحد غيره يقول وانا مالي. يلا حبيبي ربنا يكرمك. حاضر. صلى على النبي يا مسايا. عليه افضل الصلاه والسلام. والنعمه الشريفه ما تقلق عليا، انا كويس قوي وعارف انا بعمل ايه. انا ما صدقت يا ابراهيم انهم قالوا لي انك ماشي كويس في الشغل. هم تتخانق وتسيب الشغل يا ابراهيم؟ هو انا هسيب الشغل ده الا لو قدامي شغل تاني احسن منه مليون مره؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مرتب اموري كويس. والشغل التاني ده بقى فين ان شاء الله؟ مع ناجي بيه عطله، راجل 10 على 10، كان القائد بتاعي، بس هو دلوقتي طلع على المعاش وشغال في البيزنس، والراجل عاوزني معاه. ده جالي لحد شرم بنفسه. وايه بقى البيزنس اللي بيشتغل فيه ناجي بيه عطله ده؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده استيراد وتصدير. واتفقتوا على المرتب؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده مرتب كويس وفي عموله كمان. وهتبتدوا امتى الشغل ده يا ابراهيم؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده قريب. يعني ايه لسه ما اتكلمناش ومتهيألي يا ابراهيم؟ حد يسيب شغلانه مضمونه في ايده ويجري ورا حاجه في علم الغيب؟ ما احنا لسه ما اتكلمناش. الله. خلاص بقى يا عم سيد، ده ناجي بيه عطله ده راجل مضمون اكتر من الجنيه الذهب، ما تقلقش انت.